السلام عليكم طلاب، محاضرة ساتلايت كوميونيكيشنز. معكم دكتور ياسر زاهدي. في هذه المحاضرة راح نتكلم إن شاء الله عن البارت 13 واللي هو the calculation example regarding the system noise temperature اللي أخذناها في المحاضرة السابقة. خلينا نشوف هذا المثال. Example: calculate the total system noise temperature and the noise figure for the satellite receiver system shown below. عندنا هذا الـ receiver system الخاص بالـ satellite وبـ components مثل ما وضحنا في المحاضرة السابقة، الأجزاء اللي موجودة به أو الـ devices الداخل هذا الـ receiver system. ونريد نحسب أول شيء الـ system noise temperature الكلية والـ noise figure بعدها. طبعا هذا نلاحظ أنه يتكون من الـ antenna، هاي الـ reference point اللي قلنا نحسب عن طريق الـ system noise temperature اعتمادا عليها. عندنا هنا نجي الـ low noise amplifier الـ LNA، هنا عندنا cable، وبعدين عندنا الـ down converter، وعندنا هنا الـ intermediate frequency amplifier. طبعا هنا القيم مكتوبة هنا مشروحة. The low noise amplifier LNA has a gain of 30 dB، هذا الجين الخاص بالـ low noise amplifier، and a noise figure of 4 dB. لاحظوا هذا النويز فيجر الخاص بال LNA وايضا بال dB value 4. The LNA is connected to the down converter through a cable with a 3 dB line loss. نلاحظ انه بين ال LNA وحتى نوصل لل down converter اكو cable، والكيبل هنا يعتبر passive device، وهنا ال passive device ما بي gain، قلنا بي loss. ذاك بي line loss اللي هو يساوي 3 dB أيضا بال dB value. The gain of the down converter is 10 dB. الجين الخاص بال down converter هذا GDC 10 dB، and its noise figure equals also 10 dB. Finally, the signal passes to an IF intermediate frequency amplifier which has a gain of 40 dB هذا الجين، and a noise figure of 20 dB. The antenna noise temperature is assumed to be 60 Kelvin. The antenna noise temperature معطاة مباشرة اللي هي 60 Kelvin TA. الآن خلينا نلاحظ الـ equivalent circuit. The equivalent circuit for the receiver components is، راح نشوف كل دائرة مكافئة لكل جهاز موجود بال receiver system المعطى. هنا عندنا طبعا TA الانتنا مباشرة هاي noise temperature مالته معطاة، ومثل ما نعرف انه الامبليفاير قلنا احنا بالمحاضرة السابقة عبارة عن يتكون من الايديال امبليفاير اللي هو بي gain، وتنضاف عليه هنا ال noise temperature الخاصة بال low noise amplifier TLA. فال noise temperature راح تنضاف على الايديال امبليفاير، هاي الدائرة المكافئة الخاصة بالـ low noise amplifier. فاحنا لازم نحسب هاي الـ TLA اللي هي noise temperature الخاصة بالـ LNA. عندنا بالنسبة للـ cable اللي بـ line loss راح نحسب ما يسمى بالـ TIN اللي هي TEIN اللي هي temperature، يعني الـ input temperature إله. وطبعا هنا أنا بهالحالة تتكون أو تحسب من الـ loss، مو من الـ gain، من الـ loss تحسب هنا. هنا أنا تحسب تختلف طريقته، هنا نحتاج بيها شنو؟ الـ loss. هنا أنا الـ TDC اللي هي تمثل الـ noise temperature الخاصة بالـ down converter. أيضا عندنا الـ gain يتكون مثل amplifier active device gain، وعندنا الـ down converter. هنا عندنا الـ gain الخاص بالـ intermediate frequency amplifier، وهاي الـ temperature أو الـ noise temperature الخاصة بالـ intermediate frequency. فإحنا راح نحسب الـ TIF، الـ TDC، الـ TEIN، ونحسب الـ TLA، وعدنا الـ TA. بعدها راح نشوف إنه حسب المعادلة الخاصة بالـ total system noise temperature نطلع قيمتها. إذن the equivalent noise temperature of each device is found as، نحتاج إنه نحسب الـ equivalent noise temperature كل جهاز موجود بهاي السيركت. راح نحسب مثل ما نعرف يعتمد، لأنه هذا active devices اللي بيها gain، فراح تكون ال noise temperature الخاصة بال active devices
ال بيها جين راح يكون بيها نويز فيجر عندنا احنا ناطينا، فراح تنحسب اعتمادا على النويز فيجر حسب المعادله. طبعا 290 اللي هي تمثل تي نوت 10 باور نويز فيجر هذا على 10. طبعا هنا بالمعادله عندنا النويز فيجر لازم ينحط لينير، فاحنا معطى بالسؤال نويز فيجر بالدي بي، اذا حتى نخليه هنا لينير نقوم بعمليه تحويل من دي بي الى لينير اللي هي تكون 10 باور القيمه بالدي بي على 10 اوفر 10. هاي صارت القيمة هنا تطلع لنا linear minus 1. لذلك راح نحسب noise temperature للأجهزة الأكتف الموجودة. Thus the noise temperature of the down converter is calculated as هاي TDC الخاصة بالdown converter 290 10 power 10 هذه مثل noise figure minus 1 تطلع لنا equals 2610 Kelvin. For the LNA it is 290 10 power 4 احنا عندنا noise figure over 10 minus 1 يطلع لنا 438 Kelvin. And for the IF amplifier it is 290 10 power 20 over 10 minus 1 equals 28710 Kelvin. طلعت لنا 28710 Kelvin بالنسبة للـ intermediate frequency amplifier. إذن حسبنا النويز تمبرتشر الخاصة بكل من هذه الأجهزة الثلاثة اللي هن الأكتف. The equivalent noise temperature of the line loss is calculated by the line loss مثل ما قلنا تختلف طريقته، راح تنحسب اعتمادا على اللوس اللي موجود بهذا الجهاز L. احنا طبعا انطانا بالسؤال ال A اللي هو بال dB 3 dB، فأيضا راح نحول هنا. So this one 290 10 power هنا عندنا 3 over 10 حتى هاي القيمة تطلع لنا ال L linear تمثل هاي القيمة كلها اللي هي 10 power ال dB over 10 minus 1 equals 289 Kelvin. طبعا لازم نحط ببالنا احنا طلعنا هسه القيم مالت ال noise temperatures، نحسب ال total noise temperature عندنا TA TLA هاي استحسبنا TEIN الخاصة بال line loss أو الكيبل، عدنا ال noise temperature خاصة بال down converter حسبناها، وعدنا ال noise temperature خاصة بال intermediate frequency كلها هسه موجودة ذني هاي وهاي 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 وهاي. نلاحظ هنا نحتاج شنو ال gain GLA هاي ال gains. طبعا احنا عدنا ال gain لكن معطى عدنا ال gain بال dB وهاي هنا القيمة linear ال small، فلازم نحسب القيمة اللينير مثل ما هسه حولنا القيم من دي بي إلى لينير، نحول القيمة مال الجين من دي بي إلى لينير. So we need to obtain the numerical linear values of each component's gain as follows. نحتاج نحسب القيم اللينير لكل component. عندنا هذين القيم طبعا. عندنا أول قيمة اللي هي GLA اللي هو الخاص بال LNA. For the LNA راح يطلع لنا 10 power 30 over 10 1000 قسمنا 10 power 30 اللي هي 30 dB gain مال low noise amplifier over 10 صارت هاي القيمة linear 1000. القيمة الأخرى for the line loss cable طلعت لنا half. For the down converter تطلع 10 و for the intermediate frequency amplifier تطلع 10000. Consequently بالنتيجة the total system noise temperature is هذا نفس القانون الخاص بالsystem noise temperature راح نعوض القيم. So عندنا 60 already 438 289 عندنا 2610 28710 موجودة، عندنا هاي القيم اللينير. طبعا ملاحظة مهمة احنا نعرف انه بالقانون هنا عندنا بين الأنتنة وبين اللو نويز امبليفاير موجودة حسب الإكويفالنت سيركت وبالسيركت الرئيسية موجودة الريفرنس بوينت، وموجودة الريفرنس بوينت مثل ما شرحنا سابقا المحاضرة السابقة انه مباشرة ذني راح تنزل التمبرتشرز الخاصة. ليش؟ لان هاي متصلة مباشرة بالريفرنس بوينت، فالنويز تمبرتشر مالته تنزل مباشرة. بالنسبة للأجزاء الأخرى اللي بعدها مثل هذا اللاين لوس، اللاين لوس الريفرنس بوينت صايرة هنا بين ال TA وبين ال TLA، يعني بين ال antenna وبين ال low noise amplifier.
فصار بهالمنطقة. من راح نريد نحسبها راح already راح تمر على اللو نويز امبليفاير، لذلك حسابها راح يكون النويز تمبرتشر الخاصة بالكيبل مقسوم على الجين الخاص باللو نويز امبليفاير، لأن مرت على اللو نويز امبليفاير فيتقسم على الجين اللينير اللي احنا حسبناه. So 289 over 1000 plus. بالنسبة للداون كونفرتر، الإشارة مشت على أو تعدت على اللو نويز امبليفاير وتعدت على الكيبل، إذا راح تصير قيمة النويز تمبرتشر مقسومة على 1000 اللي هو الجين الخاص بالكيبل العفو بال يعني اللو نويز امبليفاير، وهنا عندنا الجين الخاص بالكيبل. وطبعا الجين الخاص بالكيبل مثل ما نعرف احنا عندنا لوس مو جين، فالجين راح يكون المقلوب مالت اللوس 1 اوفر ال، هاي اللينير فاليو نخليها مثل ما حسبناه. وهنا عندنا ال تي اي اف نخلي اوريدي النويز تمبرتشر خاصه بيها، وايضا مرت على اللو نويز امبليفاير، مرت على اللاين لوس هنا الكيبل اللي هو الجين مالت 1 اوفر 2 1 over L، وهنا عندنا ال 10 الخاصة بال down converter. وبهالصورة راح ينحسب هاي القيم كلتها وراح يطلع عندنا بسطها يصير 60 plus 438. هنا طبعا القيم صارت أصغر لأن already قسمناها على هاي القيم فقللت من مساهمتها بالتأثير بالنويز كقيمة كلية، وراح يطلع لنا القيمة النهائية الـ System Noise Temperature أو الـ Total System Noise Temperature كلية 509.3 كلفن. طبعا لو نلاحظ بهاي الأرقام مثل ما قلنا هاي الأرقام أصغر من هاي الأرقام، إذا المساهم الرئيسي نلاحظ هو الـ Antenna والـ Low Noise Amplifier، هذني الـ Major Contributions المساهمين الرئيسيين بالـ System Noise Temperature، البقية أرقام أصغر هذني يأثرنا أكبر تأثير. الآن هسه نحسب الـ System Noise Figure اعتمادا على الـ System Noise Temperature أو الـ Total System Noise Temperature حسبناها. So the System Noise Temperature System Noise Figure is calculated based on the obtained TS value. هاي TS اللي هي Total System Noise Temperature. طبعا عندنا قانون الـ Noise Figure S يعني النويز فيجر الخاص بالسيستم او السيستم نويز فيجر، طبعا هاي بالدي بي يساوي 10 لوج، لو تلاحظون نريد نحولها دي بي القانون مباشره فبي 10 لوج حتى نحول هاي القيمه اللي هنا الى دي بي 1 بلس نعد تي اس، هاي القيمه تي اس على 290 وصير 10 لوج 1 بلس 4 509.3 over 290 هذني لينير كلتين، راح يطلع لنا 4.4 دي بي، هذه هي قيمة ال system noise figure. إذا نلاحظ بالمثال حسبنا أول شيء ال total system noise temperature وبعدها من عدها قدرنا نحسب ال system noise figure الخاصة بهذا الريسيفر سيستم اللي أعطيه بالسؤال. إن شاء الله نكمل على المحاضرة القادمة.